السؤال يقول: ما هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ الولايات المتحدة الأمريكية أم روسيا أم أستراليا؟ روسيا. روسيا. نروح نجري عند روسيا هنايا ونشوف. برافو يا الفريق الأخضر. ما تنساوش دائما عندكم جوكر. ها فيزياء. الفيزياء مادة علمية أخرى ودائما حاضرة معنا في بلاطو سمارت جيل. يلا إن شاء الله تكونوا سمارت وتجاوبوا على هذا السؤال تاع الفيزياء. ها الخليط غير المتجانس هو لا نميزه إلا بالكبار. لا ما يرمز لا نميزه. ها صبري. إذن السؤال يقول: الخليط الغير المتجانس هو لا نميزه إلا بالمجهر، لا يمكن تمييزه بالعين المجردة، الذي يمكن تمييزه بالعين المجردة. واش تختار؟ ها يمكن الذي يمكن تمييزه بالعين المجردة تقولوا؟ واش اختاريتو؟ الصبرين. الصبرين تشاورو تشاورو بصح في الوقت ضيق. يلا ها واحد زوج ثلاثة واحد زوج ثلاثة. يلا عطوني الإجابة الآن. يلا إجابتكم. إجابة ما عندناش الوقت. يلا إجابة ثالثة. آه بصح أنا طولتو قحاك طولتو بزاف وأحيانا كي تطول تخلط لك شوية بصح معليش طولتو لأنه الإجابة صحيحة. راني عبالكم تالي متحمس نخرج قاع الضو أنايا. ها حمستوني يا جماعة. ها يلا الفريق الأصفر. اللغة العربية. اللغة العربية. ما أجمل اللغة العربية. ها يلا نشوفوا سؤال كيفاش راح يكون وإن شاء الله يكون جميل السؤال تاع اليوم. يلا كم من قسم يوجد في التشبيه؟ خمسة أقسام أو ستة أقسام أو سبعة أقسام التشبيه؟ تاك تيك 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 حسبوهم بيك باك بوك التيك تاك توك. ها شعال بيك تاك توك شحال كاين يا درا إجابتكم ما تطولوش. شحال؟ خمسة. ها خمسة تختاروا خمسة متأكدين؟ دقيقة ستة. ولا تصفرة ولا تصفرة ولا تصفرة. خلاص خلاص بصح علاه علاه تختاروا إجابة ومشي متأكدين منها وتختاروا إجابة ماشي متأكدين منها وهي صحيحة؟ ها هاي برافو 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 فريق الأصفر. عفوا الأخضر عفوا. يلا مادة اللي تختاروها بين الرياضة والتاريخ؟ الرياضة. الرياضة. شكون يمارس الرياضة فيكم؟ شو تمارسي؟ كرة سلة. كرة سلة الله يبارك. انتوما ما تمارسوش؟ لازم عليكم تمارسوا الرياضة. الرياضة حاجة بزاف مليحة. يلا نكتشفوا السؤال تاع اليوم في الرياضة. العداء العالمي نور الدين مرسلي مختص في سباقات 400 متر 200 متر 1000 و500 متر. 1500 متر. نور الدين مرسلي تحية كبيرة لنور الدين مرسلي. هايدي هايدي هايدي. ها إجابة صحيحة برافو. آخر مادة اللي هي التاريخ. التاريخ راح تكون من نصيب الفريق الأصفر وراح نطرحوا لهم سؤال دروك في التاريخ ويا درا. ها قلت لك إن شاء الله يكون سهل. إن شاء الله يكون سهل. يلا والفريق الأخضر عندكم جوكر. نشوفوا سؤال في التاريخ. ماذا كانت تسمى قسنطينة سابقا؟ روسيكادا بونا سيرتا. 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 شكون أصله من قسنطينة؟ تا واحد. تا واحد. شكون هنا أصله من قسنطينة؟ ها تا واحد. شكون الجمهور اللي راه برا أصله من قسنطينة؟ ارفعوا يدكم. ها سيدي تحية لناس قسنطينة سيدي. سيرتا. أي 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 أي